لنتأمل يا أخوان الكرام وقفة قصيرة، متى حصل هذا؟ في الليل، في أي وقت؟ في وقت صلاة وهو يتلو القرآن. هذه الثلاثة يا أخوان الكرام مهمة جدا إذا أردت أن تتأثر بالقرآن. في الليل تكون في وقت صلاة، يعني تصلي به وتقرأ القرآن. لو سارت هذه الثلاثة من أفضل أحوال الإنسان لتدبر القرآن، غير لما تكون جالس بشكل طبيعي، وإن بغيت تلتفت تلتفت، وإن بغيت تمشي تمشي، لكن هذا الصلاة وتقرأ قرآن وفي الليل في هدوء الليل، هذه أهم أسباب تأثر الإنسان. ولذلك كل الأشياء اللي ذكرناها لكم قبل قليل حصلت فيها الأشياء الثلاثة هذه كلها.